ذريتهم أو يستمتع بشيء من أمواله؟ كلا وربي، يتمنى أحدهم لو خرج من قبره ليصلي ركعتين. دخل عمر بن عبد العزيز على المقبرة فنادى الأموات فقال: أيها الأموات، أيها الموت، ماذا فعلت بهم؟ فلا أحد يجيبهم. ثم بكى عمر بن عبد العزيز وخر على ركبتيه وهو يقول: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر. أخي الكريم، أختي الفاضلة، هذا مصيرنا، هذا مقامنا، هذه نهايتنا. لا يغرنكم بالله الغرور، ولا يخدعنكم بعض أهل الدنيا والغفلة. الموت لا يفرق بين صغير ولا كبير. لنبدأ اليوم بداية صادقة بيننا وبين الله. إذا أردنا هذه القبور أن تكون على مد أبصارنا ويأتينا من روح الجنة وريحانها، علينا بركعتين آخر الليل، علينا بالصدقات، علينا بقراءة القرآن، بالذكر، بالاستغفار. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لكن عند الموت لن ينفعك شيء يا أخي الكريم. لا تسوف وتسوف وتسوف بكرة وبكرة وبكرة حتى تنتبه وإذا ملك الموت عند رأسك. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. هذا مصيرنا، هذه نهايتنا، هذه بيوتنا الحقيقية، هذه نهايتنا. اليوم أو غدا قد ما نرى طلوع الشمس أصلا. ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ هل استعد الواحد منا لهذه اللحظات؟ يا نفس توبي فإن الموت قد حانا، وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا، لقطا فتلحق أخرانا بأولانا. وفي كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. أخي الكريم، أختي الفاضلة، كل منا يبدأ الآن صفحة جديدة بينه وبين الله، يرفع يديه إلى الله يدعوه: يا رب، يا رب اغفر لي، يا رب تب علي. فإن الله عز وجل هو الغفور الودود. أسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.